بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر النشيد، وصلنا لاصحاح 5:2. عدد 1 كان بيقول: قد دخلت جنتي يا اختي العروس، قطفت مري مع طيبي، اكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. لو تلاحظوا الأربع صحات اللي فاتت كان فيها زي تعارف بين العروسين، وبعدين حفل زواج، وبعدين شهر عسل بين المسيح له المجد وبين النفس البشرية، أو بين ربنا يسوع له المجد والكنيسة. وجاء فيها ذكر الصليب والقيامة، وجاء فيها كل قصة الفداء اللي هي المهر اللي دفعه ربنا عشان يرتبط بالكنيسة وبكل نفس. وشفنا النفس ازاي بقت تحب ربنا وتجري وراه لغاية ما وصلت انها جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، وربنا فرحان بعروسته اللي هي النفس النقية، فيقول لها: دخلت جنتي يا أختي العروس، يعني سكنت القلب، قطفت مري مع طيبي، الصلاة والتعب، أكلت شهدي مع عسلي، كلام الحلو والتسبيح المستمر، خمري مع لبني، يعني كلمة ربنا شغلة العروس طول الوقت ومفرحاها. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء، أشار إلى فرح الكنيسة المنتصرة بكل من يجاهد على الأرض، فرح العذراء والرسل والشهداء والملائكة. وفي نفس الوقت هي دعوة لنا كلنا نفرح لما نسكن قلوبنا قدامه، زي ما قالها يوحنا الحبيب، تبقى قلوبنا ساكنة عند ربنا وساكنة، يعني هادية في عشرتها مع ربنا. تبتدي الأيام بقى بين العريس والعروس، ويحكي لنا قصة هنا سليمان الحكيم ازاي يجي الفتور او الكسل او الضعف يجي بقى على النفس البشرية ويلخبطها. انا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. أنا نائمة، دايما الكلمة دي تخوف شوي. ليه؟ لأن النوم عادة في الكتاب إشارة إلى الكسل الروحي. يعني ربنا يسوع لما لقى تلاميذه نايمين قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. ويقول معلمنا بولس: لا تكونوا أولاد ليل ولا أولاد النوم، خليكوا أولاد النهار. فلا ننم، يقول فلا ننم، يعني طبعا ما يقصدش ما ننمش خالص، يقصد ما نستسلمش للنعاس والكسل. وإن كان أحيانا يجي ذكر النوم إشارة إلى الموت، لأنه دلوقتي ليس موت لعبيدك، بل هو انتقال أو رقاد. هنا أنا نائمة إشارة إلى النفس اللي نامت في الخط، وأظن ده بيحصل معانا للأسف كتير، أن واحد بعد ما كان فرحان بربنا ومشغول بربنا ومركز في ربنا وشبعان بربنا وعاوز يقول ما فيش غير ربنا في حياتي، الحكاية بردت وما بقاش شايف ربنا، ما بقاش حاسس بيه، ما بقاش فرحان بيه زي الأول. الدنيا خدته، الشهوات لخبطته، بقى يبص حواليه كتير، فبقى زي النايم في علاقته مع ربنا. وهنا غير الإصحاحات اللي فاتت لما كانت تنام وتقول: شماله تحت راسي ويمينه تعانقني، ده ما كانش نوم بقى من ناحية الروحية، ده كان قمة الاتحاد بالله، ده كان النوم في المسيح بمعنى واحد حتى وهو نايم مخه في ربنا من كتر القداسة والنقاوة. إنما هنا بتقولش كده العروس، هي نايمة لوحدها
بتقول بقى بتدعي ايه؟ وقلبي مستيقظ. ساعات الواحد لما ينام في الخط ضميره يخدره ويقول له ايه؟ ما انت كويس القلب مع ربنا. حكاية القلب دي ساعات تبقى خداعة. عشان كده في أرميا 17 يقول القلب أخدع كل شيء وهو نجيس من يعرف. فالواحد ساعات يبطل صلاة كويس ويبطل إنجيل ويبطل خدمة أو يعني يكسر، ويفضل قلبه يقول إيه؟ ما أنت مع ربنا، ما أنت بتاع ربنا، ربنا في القلب. وتبقى حكاية ربنا في القلب دي إيه؟ الكذبة اللي بيخدع بيها الواحد نفسه وبيهيأ له إنه ما فيش حاجة حصلت، ويكون كسل في كل حاجة روحية. فهذه النفس أو العروسة دي قالت أنا نائمة وقلبي مستيقظ. صحيح بعض المفسرين أروها بطريقة تانية عكسية وقالوا حتى لما الواحد يحب ربنا قوي ممكن حتى في نومه يفضل قلبه مشغول بربنا. ده المعنى الجميل بتاع الموضوع، لكن بقية القصة هتبين لنا أن النوم ده مش نوم جميل، وأن النوم ده أقرب إلى الكسل والفتور منه إلى اليقظة والعمق الروحي. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. خلونا نحاسب من الحتة دي، أن الواحد ينام في علاقته مع ربنا، لأن ربنا قال أنتوا لا تعرفون الوقت، هل يأتي في نص الليل ولا صياح الديك ولا أنهي زيع، فاسهروا. فكلمة أنا نائمة عكس كلمة اسهر. اللي نايم معناها مش سهران مع ربنا، مش مركز مع ربنا، حياته الروحية مش أولوية، خلاص نفسه مش شغله، نقاوة قلبه أهملها، وبيدعي أنه قلبه مستيقظ. بيدعي قدام نفسه أنا أعرف ربنا، زي تكلم واحد وتقول له أنت بقى لك مدة بعيد، فين أيام زمان الحلوة؟ يقول لك أنا أعرف ربنا كويس، دي حاجة بيني وبين ربنا، أنا كله تمام. كله تمام، أنت حر، بس أنت بتخدع مين يعني؟ أنا نائمة وقلبي مستيقظ. عارفين تفكرنا بالتلاميذ ليلة صليبه، كلهم قالوا إيه؟ قالوا لو أنكرك الجميع إحنا مش هننكرك، بالذات معلمنا بطرس. كان داخل على نوم ويتهيأ له إنه قلبه سخن، وتصور إنه لا يمكن هيحصل حاجة، أنا حتى لو نمت هقوم أحارب عنه وأقوم أفديه بعمري. وبعدين لما قام لخبط الدنيا، لأن هذا القلب المستيقظ ما كانش مستيقظ ولا حاجة. قام قطع ودن عبد رئيس الكهنة وربنا يسوع لامه، وبعدين خاف وجري وفضل واقف من بعيد، وبعدين بدأت الجارية تتكلم معاه هزته فقال أنا معرفوش، وبعدين ابتدى يشتم وابتدى يحلف ويلعن. إيه الحكاية؟ أنا نائمة وكنت أظن أن قلبي مستيقظ. زي داود النبي لما جاله وقت نام في الخط. داود النبي طول ما كان راعي كان مصحصح، وحتى لما ترسم ملك وبقى هربان من شاول كان زي الفل، ومن كل مغارة يقول فيها مزمور، وكل جبل يصرخ لربنا ينقذه من شاول، وشاف أيام كلها خبرات روحية جميلة قوي. وبعدين شاول مات وداود بقى ملك، وربنا وسع عليه من كل ناحية، واستقرت مملكته وهديت المشاكل، وبقى في شوية حروب كده بسيطة، مناوشات كده مع الجيران، فبطل يطلع يحارب، وبقاش في التحديات القديمة والجهاد القديم والسهر القديم والصراخ القديم والدموع بتاعت زمان والجري المستمر. تقل ونام في الخط، وتهيأ له ان قلبه صح، وحصل اللي حصل، انه في ليلة طلع يتمشى ويبص واستسلم لشهواته، وقع في خطية وخطية جابت خطية، وكانت صعبة قوي. كل ده ليه؟ انا نائمة وقلبي مستيقظ. انما القلب مش مستيقظ ولا حاجة، الواحد بيتهيأ له في الوقت اللي يبعد عن ربنا انه لسه ماسك في ربنا. صوت حبيبي قارعا قبلها على طول، كان واضح ان هم قريبين من بعض قوي، فما كانش في مجال انه يقرع. يعني ايه قد دخلت جنتي؟ يعني جت ايام المسيح له المجد ما كانش بيقرع، ده هو قاعد في القلب طول الوقت. انما لان الحكايه نوم دلوقتي وكسل،
رجع ربنا يسوع كأنه بيبتدي مع النفس من الأول، يخبط يستأذن، ممكن أدخل؟ ممكن نتعشى سوا؟ طب ده أنت دلوقتي يا رب كزوج مش كخطيب هتتقرع إزاي وتستأذن إزاي؟ لو عدينا الأربع إصحاحات ما أنت تعرفت واتصلبت وفديت وقدمت المهر وارتبطت بالنفس ارتباط أبدي وسكنت هذه النفس، حصل رجوع لورا، فرجع تاني يقرع زي ما حصل في إصحاح 2. صوت حبيبي قارعا، دي النفس بتحكي، افتحي لي يا أختي. فكركم بأختي، لأن المسيح صار أخا لنا أو بكرا لنا لما تجسد بقى واحد مننا كبشر، فبقت كل نفس كأنها أخت للمسيح. يا حبيبتي، يعني هي بردت ونامت والحب فطر، إنما من ناحية ربنا الحب ما بيفطرش، يفضل يحبنا حتى وإحنا كده إيه يعني نايمين في الخط. يا حمامتي، وديعتي، يعني هي مش وديعة رب، لو وديعة ما كانتش تسيبك على الباب تخبط ومش فارقة معاه. يا كاملتي، كاملتك إزاي يا رب؟ ده هي بردة دلوقتي وتقلانة وفاكرة نفسها لسه بتحبك ومخشوشة في روحها، إنما ربنا تفضل عينه حلوة ويفضل كده لسانه الجميل مشجع. افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. هتقولوا احنا عدينا على الكلام ده قبل كده، هو احنا عدينا عليه في بداية علاقتهم مع بعض، إصحاح 2 لما يقول أجاب حبيبي وقال قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي لأن الشتاء قد مضى. ساعتها قامت على طول، كان بداية التعارف، زي واحد يقول أنا مرة دخلت الكنيسة وكنت بعيد عن ربنا وحضرت قداس حرك قلبي وكسفت من نفسي ورحت اعترفت وابتديت وخدتها جد ومشيت سنة واتنين، وبعد كده خبت خالص ونمت في الموضوع وأهملت، ورجعت تاني حاسس ربنا بيخبط عليه زي الأول. فممكن يحصل. فهو إصحاح 2 كان بداية الحماس والعلاقة والارتباط، إصحاح 5 احنا دلوقتي الفتور بقى، ده اللي بيجي للناس اللي ماشية مع ربنا. افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. شوفوا بقى العريس من اتضاعه بقاله الظهر كتير قوي، المرة دي بيقرع، فالدنيا قربت على الفجر وهو طول الليل قاعد عمال يخبط. طب يا رب يعني امشي وخلاص. لا مش قادر، اصل لو مشي عارف الشياطين هيستلموا النفس دي يعذبوها، عارف كويس انها تبقى فريسة، فمش عاوز يمشي. ففضل يقرع طول الليل، فقال لها ده انا راسي امتلأت من الطل. تعرفين ندى الليل، فالواحد جسمه ايه هدومه تتبل من الندى لما ياخد الليل كله كده في الطل، تتبل هدومه، قصصي يعني اطراف الهدوم بقت مبلولة تتعصر، والراس كلها الشعر تبل من الندى. فعاوز يقول لها ده انا بقالي ساعات ساعات بقرع، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ احنا لسه كنا بنقول اختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، لسه بقول قطفت مري مع طيبي، اكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني، فين الحاجات دي راحت؟ نشوف بقى العروسة وحالها اللي مش تمام. ترد وتقول له ايه؟ رد سيء جدا، قد خلعت ثوبي فكيف البسه. دي واحدة بقى زي زوجة بقى ادمت ومشاعرها بردت، كسلانة حتى تفتح لجوزها. قد خلعت ثوبي فكيف ألبس، يعني هي نايمة على السرير مستكترة هتلبس عشان تقوم تفتح. يبقى هو بقى له ساعات بيقرع وبيحايل ولسه عمال يقول الكلام الحلو بتاعه، كاملتي، حبيبتي، حمامتي، وهي بتقول له أنا لسه هلبس هدومي. يا خبر، تصور ربنا ينزل من السماء ويتصلب ويموت ويعمل كل حاجة ويفضل يخبط علينا، والواحد يقول هو أنا لسه هقوم أصلي؟ حاجة تكسف الحقيقة. إزاي يعني أنت نسيت كل اللي عمله ربنا؟ قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه.
واللي أوحش منها قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. انتوا عارفين بيوت البسيطة تبقى الأرض تراب، فلما طلعت على السرير لو نزلت من على السرير عشان تفتح الباب رجليها تتوسخ تاني، هتقعد تغسل رجليها تاني مستكترة المشوار من السرير للباب، وعمالة تقول ايه انا لسه هوسخ رجلي، يعني المجهود اللي هتعمله عشان تفتح لربنا اعتبرته ايه، هتوسخ رجليها. ايه معنى الكلام ده روحيا؟ لما الواحد يبقى عنده فتور بيبقى اي عمل روحي تقيل على قلبه. طب ده هي دي اللي كانت عاشقة في الاصحاحات اللي فاتت وبتجري وراه وقلبت الدنيا عليه وتقولوا حلفكن يا بنات اورشليم لو شفتوه قولوا له ان نفسي مريضة حبا، وكانت مندفعة جدا. ايه اللي جرى؟ فتور. فلما الواحد يغلبه النوم او الفتور يستثقل الصلاة ويستثقل الجهاد ويبقى ملوش نفس، بضجر ملل. كمان خلعت ثوبي فيها إشارة رمزية لمعنى برضو محزن. التوب هو ايه؟ يقول انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. يعني احنا لما تعمدنا لبسنا المسيح لبس، فبقى في اتحاد، بقى المسيح له المجد محاوطنا لابسينه لبس، فما فيش حاجة تفصلنا عنه. انما ده ما يلغيش ان الواحد ممكن يقلع اللبس ده. فخلعت ثوبي معناها ايه؟ ركنت المسيح برايا، ركنته، ما بقتش متحمس ليه زي الاول، بردت من ناحيته خالص. فالتوب اللي يسميه الكتاب توب البر، التوب اللي اتقال عنه في الابن الضال هاتوا الحلة الاولى والبسوه، يعني كان له لبس خاص بيه خلاص اتقلع. احنا يوم خرجنا من المعمودية كنا لابسين الحلة الاولى، لابسين المسيح له المجد، كنا قديسين. انما المنظر ايه دلوقتي؟ كأننا قلعنا الهدوم دي، ما بقاش علينا النعمة اللي في المسيح، مش باين على وشنا الفرحة والبهجة والبساطة والنقاء والحاجات الحلوة بتاعت ربنا. فالنفس بتقول خلعت ثوبي لسه هلبسه، انا بعدت عن ربنا لسه هقعد اقرب تاني، لسه هشيل المسيح شيل تاني، كأنه بقى المسيح تقيل عليا، بقى ربنا تقيل على القلب. دي حالة بتيجي لناس كتير نسميها الفتور. قد غسلت رجلي، طب منين يجي الغسيل وهي النهاردة كسلانة وفترة؟ الغسيل هنا يقولوا عليه الأباء إشارة إلى البر الذاتي، يعني واحد غسل رجليه، غسل الرجلين ده معنى حلو، معنى التوبة. إنما غسل الرجلين من غير ربنا يسوع معناه واحد بيعتقد في نفسه أنه بقى نظيف، أو بيرى في نفسه أنه ما عادش محتاج لربنا، هو شايف نفسه كويس كده، ده حتى شايف القرب من ربنا هيوسخ له الرجلين. طب ده العكس، طب ده ربنا هو اللي بيغسل الرجلين، ربنا هو اللي بينظف القلب كله. لكن هنا غسلت رجلي، غسلتيهم ازاي وهو في غسيل من غير ربنا، وهو في تطهير او نقاوة بدون ربنا؟ لا، في تطهير مخشوش. لما الواحد يظن في نفسه انه بريء وانه بار وانه كويس، فريسي، فوقعت في الفريسية. عشان كده دايما الاباء يقولوا اكتر سبب للفتور هو احساس الواحد انه ما عادش محتاج حاجة، انه بقى كويس. زي في رؤية 3 لما يقول للملاك الاسقف، يقول له ليتك كنت باردا ولا حارا ولكنك أنت فاتر، لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الفقير والبائس والأعمى والعريان. فهنا واحد كان سخن في الأول وبرد خالص، قال له أنا يا ريتك كنت سخن أو بارد، حتى لو ما عرفتنيش خالص نبتدي من أول إصحاح، ولو سخن كانت حاجة حلوة. إنما فاتر دي ملهاش طعم، لا بارد ولا سخن، مش عارف أقول أنت عارفني ولا مش عارفني، تحبني ولا مش بتحبني، ما بقتش معروفة، أنت كده فاتر، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ويطلع السبب إيه؟ لأنك تقول أني أنا غني
غسلت رجلي، أنا بقيت كويس، أنا أحسن من اللي حوالي. ده اللي يجيب الفتور. أول ما الواحد فينا يحس أنه بقى كويس ويبص للي حواليه على أنهم أقل منه، يجي يصلي يلاقي نفسه مش عارف يصلي. خلاص الحرارة اتقطعت، القلب نشف لأنه حاسس أنه حاجة. عشان كده كان أول علاج ربنا واجهه مواجهة جديدة وقال له: لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. يعني فوق لنفسك لحسن كده مش كويس. قد غسلت رجلي فكيف أوسخهم. ده رد العروس على العرس، ده رد النفس الكسلانة الخيبانة على المسيح له المجد العريس الطيب اللي لسه بيحايل فيه. بصراحة الكلام يجرح ويضايق، والمتوقع ان العريس يمشي ويقول انا مش هجيلها تاني خلاص ما تستاهلش. انما ده المسيح له المجد، اطيب عريس في الدنيا، فما يقدرش يسيبها ويمشي، هي كده هتضيع. يقوم العريس يعمل حاجة عجيبة، لانه مش عاوز يسيبها في الفتور وفي الهلاك اللي دخل عليه ده. يقوم يمد ايده من القوة، القوة الشباك اللي جنب الباب، يحاول يفتح الباب بنفسه، ما هي مش راضية تفتح، ودي بيوت بسيطة يعني. فيقوم هو يدخل ايده ويحاول يفتح. طب ليه ما فتحش على طول؟ لان فيها معنى مهم قوي. ربنا لو طال كان دخل قلب كل واحد فينا غصب عنه، بس في حاجة بتمنعه، هي ارادة الانسان، هي احترامه لارادتنا، هي محبته الكبيرة اللي تمنعه من انه يخترق قلبك غصب عنك. يفضل يحايل مهما حاول، انما ما يدخلش غصب عنك. لكن فكرة مد يده من القوة، يعني عاوز يقول لا انا لو طلت كنت دخلت غصب عنك عشان بحبك، بس مش هقدر اعمل كده. لو عملت كده ما بقيتيش حرة، وانا عملتك من اول يوم انك حرة، انت كنت سوداء جارية، انما انا اطلقتك وقلت لك انت حرة. عاوزة ترفضيني ارفضيني، عاوزة تمنعيني امنعيني. كم مرة اردت يا اورشليم ولم تريده، انتوا احرار. وكان حزين وهو بيقول كده ربنا. فقالت كلمة لأنها بتحكي بقى بعد الخبرة اللي عاشتها، قالت: حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي. لما خلص الكلام طول الليل يقول: افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي يا أختي، وما بتسألش فيه، كلام مش نافع. لما ربنا لقى كلام مش نافع عمل ايه؟ نزل من السماء ومد يده، مد يده عمل كده. فاهمين الفكرة؟ عشان كده يقول فأنت عليه أحشائي. أخيرا قلبها اتحرك لما لقت إيه؟ لما لقت علامة صليب، لما لقت جرح في إيده. يعني المحايلة اللي بيحايلها ربنا لينا ما كانتش قطعة فينا، كتر القلب ما هو عنيد. فربنا دخل إيده من القوة، يعني دخل عالمنا، دخل عالمنا وبقى واحد مننا، مشي وسطينا، وبعدين كشف عن إيده انه مستعد يعمل اي حاجة عشان يدخل قلبنا وينقذنا. فأنت عليه احشائي. العروسة اخيرا تحركت لما شافت الصليب، اخيرا القلب رق لما حست انه ايده مجروحة بسببها. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه احشائي. القوة دي ليها ذكريات كتير في الكتاب، بس منها مثلا ايه؟ القوة بتاعت رحاب الزانية، فاكرينها؟ رحاب هربت الجاسوسين وبعدين اتفقت معاهم على اتفاق، قالت لهم هطلع من القوة زنار احمر كده، شريط احمر، عشان محدش يفهم غيركم، بحيث لما تيجوا تخربوا البلد دي انا متأكدة ان انتوا هتكسبوا، لان انا عارفة الهكم ما بيتغلبش. اعملوا حسابكم البيت اللي فيه الزنار الاحمر اللي طالع من القوة ده بيتي، احسن تنسوه. قالوا لها خلاص حوشي كل ناسك وحبايبك جوه البيت ده، مش هنيجي جنبه. وفعلا كل اسوار اريحة وقعت ما عدا الحتة دي اللي فيها بيت رحاب. ليه؟ عشان القوة. ليه؟ عشان طالع منها علامة الدم. انت عليه احشائي. فالقوة ده الشباك اللي بيننا وبين السماء، شباك الحب
اللي ربنا دخل ايده عشان يبقى وسطينا وورنا قد ايه بيحبنا من خلال علامة الصليب. حبيبي مد يده، يعني دخل بايده لغاية جوه حياتنا وكشف عن قد ايه بيحبنا من خلال الالام. فأنت عليه احشاء، اخيرا البشرية نطقت، اخيرا النفس حست واختشت وقالت لا ده كده كتير قوي، ده انا سبته طول الليل. قمت لأفتح، كأنها يعني ايه قايمة من الموت لأنها تقلانة وكسلانة وملهاش نفسه. ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. ايه اللي حصل؟ احنا قبل كده كنا نسمع ان العريس دايما في مر وأطياب، والمر ده قلنا ريحته حلوة وغالي جدا. هو العريس لما مد ايده ودخلها من الكوة وحاول يفتح الباب حصل ايه؟ غرق المقبض مر، خلى المقبض عليه مر بس ما رضاش يفتح. فلما جت هي تفتح لمست المر اللي كان سايبه. فهنا بيقول ايه؟ قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مر، يعني مجرد ما مسكت المقبض لقت ايديها مبلولة من علامات جراحاته، من المرار اللي شافه، من الليلة الطويلة اللي استناها، من الحب اللي بيديه. فهي لمست الريحة الحلوة بتاعت آلامه ومتاعبه وصليبه ومحبته ووعوده. فقالت يداي بقت تقطران مرا، يعني ايه؟ مجرد ما لمست المقبض كده بقت ايدي كلها عمالة تنقط مر، وأصابعي مر قاطر. جامنين ده كله؟ ده هي نشفة خالص دلوقتي، ما عندهاش أي حاجة حلوة، ده منه هو، ده من العريس اللي كله طيب ومر نقي وحلو. كأن ربنا يسوع ساب لنا جراحاته كده عشان نلمسها. لما يبقى جسده ودمه على المذبح نلمس جسده ودمه، مر قاطر على مقبض الإرادة. يعني نقول له رب ناكل جسدك ودمك ونهتف ونقول لك احنا ليك إلى الأبد، سامحنا على الفطور اللي احنا فيه، سامحنا على النوم اللي احنا فيه، رجعنا تاني جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. ده له معنى تاني كمان، ان الارادة الانسانية لما تضعف، لما الواحد يبقى كسلان ما عندوش ارادة، يحتاج انه يتأمل في الام الصليب شوي. لما الواحد يراجع قد ايه ربنا تكلف عشان ينقذه من جهنم وعشان يقدم له المحبة دي كلها، الحتة دي بتحرك الارادة شوي. يعني هتنام مش هتصلي وسايب ربنا يسوع طول الليل بيصلي، هتنام مش هتصلي والمسيح له المجد اتضرب وتهان وتعذب، مش عارف تسامح اخوك بعد ما المسيح له المجد عمل كل اللي عمله. المرار او المر القاطر من يد المسيح له المجد هو اللي يخلي الواحد يقوم يفتح بقى، قوم يفتح بقى كفاية، مش معقول قدام الصليب وألام الصليب والغلب ده كله تفضل نايم. فهنا قالت العروس قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي، أخيرا شوفوا المفاجأة بقى، لكن حبيبي تحول وعبر. إيه ده يا رب؟ ده احنا مستنين اللحظة دي من بدري، ده انت قعدت طول الليل عشان بس تعمل كده وتفتح لك وتدخل. وانت قلت في الرؤية في نفس الاصحاح بتاع الفتور ده، انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. هي متصورة بقى هيدخل وياخدها بالحضن بقى ويقول لها يلا نقعد ناكل لقمة. انما ربنا ساعات يكشف للنفس ان التقل الزيادة ده والدلع الزيادة ده مؤذي جدا. فلما همت وقامت وفتحت ما لقيتوش.
قال لا انت تقلت زيادة، سيبيني انا استخبى شوي عنك عشان تعرفي اللي كان هيجرالك من غيري، عشان تدوقي الغلب بقى لما تسيبيني تاني، عشان تعرفي قد ايه الغلطة دي صعبة قوي. فهنا تقول ايه؟ لكن حبيبي تحول. تحول يعني غير اتجاهه. هو اتجاهه عمال يدي وعمال يدلع وعمال يحايل وعمال يطبطب وعمال يحاول يفتح. المرة دي انا فتحت لقيته مش داني ظهره. ساعات واحد يجي يصلي كده يقول حاسس ربنا مش بيبص علي، او في اشعياء يقول له حيظة تركتك. تركتك؟ انت بتسيب حد يا رب؟ ده احنا اولادك مهما عملنا. قال لا انا بسيب ساعات. لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة اجمعك. بعض الاباء قالوا لما الواحد يسوق فيها ويتدلع، لما يجي يهم ويقوم ربنا ساعات يوريله قد ايه الدلع ده مكلف. يعني برضو ارجع لداود النبي لما اتدلع زيادة ووقع في فطور ووقع في خطية زنا وقتل أوريا الحسي، فضل بعد كده يبكي بحرارة سنين عشان يستعيد نقاوة قلبه. قضى بقيت عمره كله يقول له يا رب تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك. بفتكر أيام زمان وأنا صبي صغير في المراعي وبسبحك وأشوفك وحس بيك وأقول أعظمك لأنك احتضنتني. أروح فين؟ أرجع فين للكلام ده؟ نفسي أرجع للمشاعر دي، نفسي أنضف تاني، نفسي أحس بالقلب بتاع زمان. فضل فترة طويلة يجاهد عشان يستعيد اللي راح منه. ما هي دي بقى وحشت الفطور. الفترات اللي احنا بنكسل فيها دي تمنها غالي، لأنك عشان تيجي تستعيد حماسك وحرارتك هتعمل مجهود، هتتعب شوية عشان تفضل عارف ان ربنا غالي. وبعدين افكركم في اصحاح 2، هي عدت على خبره زي كده بس اقل. اصحاح 3 لما قالت طلبت فما وجدت 3 مرات، فاكرين دي كانت اول لسه في اول الخطوبه يعني، فبقت بتدور عليه مش لاقياه، لكن بسرعه لقيته. قالت فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي فايه امسكته ولم ارخيه. طب يعني انت مجربه غلاوته ومجربة انك لما تبعدي عنه شوية تتعبي قوي، وبقيت بتجري زي المجنونة بتقولي راح فين راح فين راح فين، وتسألي كل واحد. وهو ما عوقش ما تأخرش، خلاك تلاقيه بسرعة ومسكتي بإيديك واسنانك وقلتي له مش هسيبك تاني أبدا. أمال دلوقتي بيخبط وبيقرع وبيستنى وبيحاول، انت ولا سائل. يعني زي واحد ايه يكون مثلا في ضيقة شديدة صرخ لربنا وربنا ما طولش واستجاب، فيقول له يا رب ما فيش زيك، انا بحبك قوي، انا مش هسيبك تاني ابدا، هوعدك ما بعدش عنك ابدا تاني، هحافظ على قانوني مهما كلفت. وتمر شوية ايام وينام ويكسل. طب وبعدين بقى؟ لا مش كل مرة بقى، المرة دي ايه هتطول شوية، المرة دي التمن أغلى شوية، المرة دي هتتعب عشان تلاقيه، المرة دي هتتبهدل لأنها بإرادتها بعدت عنه واستسلمت للكسل زيادة. حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر. يعني إيه؟ ممكن تتفهم بمعنى نفسي خرجت، قلبي وقع مني. يعني إيه ده؟ هو زعل بجد ولا إيه ده؟ المرة دي شكلها زعلة. أو نفسي خرجت يعني طلعت أجري وراه زي المجنونة، أنا قلت أنا استاهل، أنا فهمت هو فعلا لازم يصعب عليه. مع التجاهل ده كله نفسي خرجت عندما أدبر، يعني لما مشي وهو خطوته سريعة. قعدنا نوصف في إصحاح 2 كالإيل على المرتفعات والتلال والجبال، يعني لو مشي نشطوله، ده هو كان بياخدها في إيده عشان تلحقه، إنما لو هيمشي مش هتعرف توصل له أبدا. فنفسي خرجت عندما أدبر، يعني لما ربنا بعد بقت النفس وحيدة، حست بقى بالصعوبة بتاعت الوحدة. طلبته فما وجدته، رجعت تاني الدوق اللي دقيته زمان. قالت بقيت أصرخ ونادي عليه وما بيردش، مع أنه في الأول كان قريب منها جدا، دلوقتي بقى طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. تاني
برضو الواحد فينا صحيح البني آدم ده متعب، يعني لما تيجي أيام صعبة ويقعد يوعد ربنا ويقول له هعمل وهسوي وهبقى وهبقى، وبعدين لما الأيام الصعبة تعدي ينسى الوعود كلها ويرجع ينام في الخط، يجيب ربنا خبطة كمان يفضل الواحد يصرخ ويقول له رب أوعدك هبقى واحد تاني، هبطل اللي كنت بعمله هعمل وسوي، وربنا يرفع والواحد ينام تاني. لكن في وقت كده ربنا إيه يورينا بقى الغلب اللي ممكن نشوفه من الفتور، المضاعفات اللي ممكن تحصل لما نبعد عن ربنا. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. طبعا هي متعودة فيها فضيلة كويسة أنها إيه عنيدة بقى في الحتة دي، ما تستسلمش أبدا، لأنها رجعت تحس باليتم بقى والوحدة الفظيعة مش لقياها، كانت متدلعة وعارفة أنه مش هسيبها أبدا، دلوقتي لا. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ما طلعت تجري في الشوارع المرة دي. المرة اللي فاتت أفكركم لما راحت للحرس الطائف سألتهم، قلت أرأيتم من تحب نفسي، فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي. إصحاح 3. المرة اللي فاتت لما سألت الحرس قالوا لها هي خطوتين وهتلاقيه، ما جاوزتهم إلا قليلا. والحرس قلنا عليها المرة اللي فاتت أن دول معلمي الكنيسة وأبائها والقديسين اللي بيطوفوا يحرسوا الكنيسة، فالنفس جريت عليهم تقول لهم عندي فتور مش لاقياه، أنا أصلي زعلت أنا اتدلعت. فقالوا لها طب خلاص خطوتين وتلاقيه. المرة دي بقى حاجة تلخبط، وجداني الحرس الطائف في المدينة ضربوني، لا ما ينفعش تمشي على أباء الكنيسة دي، جرحوني أو جرحوني، حفظت الأسوار رفعوا إذاري عني، عروني يعني. إيه بقى ده؟ أصل الحرس الطائف نوعين، في نوعين بيطوفوا حوالينا، في سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، وفي خطية محيطة بنا، في حراس تبع ربنا مسؤولين عننا من الملائكة والقديسين والآباء اللي بيبعتهم ربنا، وفي شياطين وقوى الشر والخطية اللي في الدنيا برضو محيطة بنا. فلما تمشي لوحدك في الدنيا لا، ممكن يستلموك بقى الحرس الطائف يعني أهل الدنيا أو شهوات هذا الزمان أو الشياطين، استفردوا بيها بقى، مش أنت عريسك بعد عنك، مش انت الجارية اللي عملتي فيها ملكة مرات الملك، مش انت اللي طلعت فيها وبقيتي عروسة وبتقولي انا لحبيبي وحبيبي ليه، طب خدي بقى بدل بقيتي لوحدك هنعمل فيكي ونسوي. فهنا الحرس الطائف بتفكرنا انه في قوى الشر حوالينا، فلو بعدت عن ربنا تيجي عليك الافكار تبهدلك والشهوات تبهدلك والمشاعر الغلط والطباع القديمة وكل اللخبطة تيجي، جرحوني ضربوني عروني بهدلوها. ليه؟ لأنها بقت لوحدها. وده اللي حصل مع أي حد وقع في فتور، لما بطرس نام في ليلة صلب المسيح وفضل المسيح يقول له ما تنامش يا بطرس بلاش تنام، وقال له ما أنا صاحي برضه يا رب، هو أنا نائمة وقلبي مستيقظ. شوفوا بقى بهدلوه بعد كده الشياطين، خلوا يقع في إنكار وتجديف ولعن وحلف، بهدلوه. ولما داود النبي طلع يتمشى وبتاع مسكوا الشياطين ولخبطوا له الدنيا وحطوا نقطة سودة في حياته لولا التوبة كانت قعدت. فهنا بيورينا قد ايه النفس لما تبعد عن ربنا ممكن تبقى عرضة لما يطوف حوالينا من شر. عشان كده مش كل الطائف اللي حوالينا تبع ربنا، في طائف تبع ربنا ملائكة وقديسين لو جرت لهم يدلوك، وفي طائف كمان قوى الشر. مع المستوى ده من العمى ومن الفتور الأقرب للأسف الشياطين، فهم اللي استلموا. في تأمل تاني قالوا بعض الآباء أن الحرس الطائف إن كان ينطبق على آباء الكنيسة ومعلميها ممكن يمسكوا النفس الفاترة الزيادة دي المتكبرة دي
ويعروها من كبريائها، يعروها من اتكالها على ذاتها، لان انا غسلت رجلي كانت حاسه انها كويسه قوي. فهنا رفعوا ازاري عني، يعني فضلت اقول لهم ما انا كويس ما انا كويسه. فايه ابويا واجهني قال لي كويس على ايه؟ انت شقي وبائس وفقير واعمى وعريان، فوق بقى. هنا دي ضربوني وجرحوني وعروني، مش مقصوده بالمعنى الحرفي، مقصود التوبيخ الشديد والتبكيت اللي يجي من الحرس اذا كان حرس حلو عشان يفوق النفس ويطلعها من اعتقادها انها مش ممكن تضيع وانها خلاص كده ماشيه تمام وان العريس بيموت فيها مهما حصل، مش واخده بالها انها ممكن تهلك. فناخد اي من المعنيين، اما الحرس بمعنى الطائف ناس مش تمام الشياطين يعني، واما اذا كان بالمعنى الاباء الروحيين يبقى هنا جرحوني جرح في كبريائي، جرحوني عشان افوق، واجهوني بضعفي، فوقوني بحسن انا كنت فاكر نفسي كويس. لقيت بقى البنات اصحابها بتوع زمان، البنات اللي كانوا يبصوا لها كده باعجاب ويقولوا لها يا بختك يا بختك حبيبته، انت عروسته، انت ملكه في مملكته، انت بنته. فقالت لهن قل احلفكن يا بنات اورشليم ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه باني مريضه حبا. كانت في العادي بتقول ايه؟ كانت الكلمه الدارجه عندها لما يكون هي في حضن عريسها زي الطفل كده في حضن ابوه، تقول احلفكن يا بنات اورشليم الا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء، سيبوني اشبع بيه، مش عاوزه دوشه، مش عاوزه احس، سيبوني فرحانة بيه دلوقتي، هي مش طايلة. فبقت صراخها اختلف، بتقول لا قولوله، روحوا قولوله لو شفتوه أنا مريضة حبا، يعني أنا أسفة، أنا غلطت في حقك، أنا تجاهلت محبتك، أنا جيت على كرامتك، أنا سبتك طول الليل تتقرع، أنا ما قدرتش يعني إيه الملك المسيح له المجد يجري ورايا أنا الجارية السودة، ما فهمتهاش واهملتك، انا استاهل اللي انا فيه، بس انا عاوز اقول لك حاجه واحده بس، انا لسه بحبك وحبك مخليني مريضه، اني مريضه حبا. احلفكن يا بنات اورشليم ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه باني مريضه حبا. لما الواحد يكون واقع في فتور او ملخبط كده روحيا يبتدي بقى يجري للعذراء بنت اورشليم الاصيله، يقول لها روحي قولي لربنا ما يسيبنيش كده، مش عارفه اصلي، مش معقول افضل كده. يروح بقى للقديسين كلهم يقول لهم كلموه عني، قولوا له انا مريضه طيب، وهو الطبيب، وهو قال ما جئت لادعو ابرار بل خطاء الى التوبه، هو اللي عنده الشفاء، هموت لو فضل بعيد عني، ما يسيبنيش. هنا التشفع بالقديسين من اجل عوده الحراره الروحيه، يعني ايه؟ دول قريبين ليه، دول اللي بيحبوه شبعانين بيه طول الوقت، دول اللي حاسين بجماله. فالواحد يبقى بيوصيهم على نفسه يعني. وحلفكن يا بنات اورشليم ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه باني مريضه حبا. يعني ايه الواحد مريض حبا؟ لما الواحد يحب ربنا ممكن يصدر عنه امور غريبة، يعني ساكبة الطيب لما دخلت بالطيب وسكبته الناس قالت دي مجنونة دي ولا ايه، انما هي مريضة حبا. لما زكى وقف يقول نص فلوسي هوزعها والنص التاني هرجعه لاصحابه اربع اضعاف، الراجل ده مجنون ولا ايه؟ ده مريض، ده اي مريض حبا، مريض بس بيعجب ربنا. الحب يخليك مريض في نظر الناس، لما يلاقوا شاب حلو وناجح ومتفوق يقول هسيب الدنيا واروح الدير، انت مجنون ده ولا ايه؟ لا، هو مريض حبا وبيحب ربنا، لكن في نظر الناس هو مريض. لما يلاقوا راجل كبير في السن وهاتك يا خدمه صبح وليل ومش واخد باله من صحته، او يعني جاي فوق صحته، يقولوا له ليه تعمل كده؟ يقول لهم انا مريض حبا، انا بحبه بجنون، انا عاوز اقول له سامحني واقبلني تاني، انا عاوز اثبت له ان انا بحبه بالرغم من اللي عملته طول السنين اللي فاتت، انا عاوز اوصل له قد ايه انا متالم
من تجاهلي اللي حصل ده. وحلف كنا يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. يعني الحب يخلي الواحد كده إيه كأنه مريض، بس مريض بمعنى جميل، يعني مش قابل أي حاجة ولا أي تعزية من غير ربنا، فيش حاجة أي ليها طعم. تعرفين المريض ما يستطعمش لا أكل ولا شرب، فهو خلاص اللي حس أنه بعد عن ربنا فيش حاجة ليها طعم إلا أنه يرجع لربنا تاني ويشبع بيه تاني. يقوموا بقى أصحابها يقولوا لها إيه، أو بنات أورشليم القديسات الحلوين أو النفوس الحلوة اللي سبقت دي، يقول لها ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء. ممكن نفهم على إيه، هو ده عريس حد يضيعه من إيده، هو ده عريس حد يتجاهله، هو ده حاجة قليلة عشان تنامي وتسيبيه خبط، ده حد طويل. ما حبيبك من حبيب، يعني وانت مغفلة حد يضيع عريس حلو كده؟ ما حبيبك من حبيب، ليه عملت كده؟ ليه ضيعتي من ايدك؟ ليه التعزيات الحلوة تروح؟ ليه القعدة الجميلة مع ربنا تروح؟ ليه السلام اللي كنت فيه روح؟ ليه النقاوة اللي وصلت لها تضيع منك؟ ليه الجنة المغلقة تتفتح وتدخل اي كلام؟ ما حبيبك من حبيب ايتها الجميلة بين النساء، يعني انت جميلة قوي في نظره، تعملي في نفسك كده؟ تبهدلي روحك البهدلة دي؟ تفكري زي الناس وتنامي؟ تدلعي الدلع ده كله بعد اللي وصلتي له؟ ما حبيبك من حبيب. هم نفسهم بيلوموها لأنها وصلت إلى درجات حلوة قوي قبل كده ودلوقتي متبهدلة بهدلة جامدة قوي. ما حبيبك، يعيدوها تاني، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا، ليه معنى تاني إيه؟ احنا عارفين بتحبيه قد ايه، حاضر هنروح نقول هنوصل حتى تحلفينا هكذا، يعني احنا واخدين بال، هنروح نبلغ هنقول له حبيبتك الدلعة دي بتعتذر وبتقول لك خلاص معلش المرات سامحها المرات. فما حبيبك من حبيب دي لغة بنات أورشليم اللي بيقولوا لها احنا عارفين قد ايه هو طيب وقد ايه هو حلو وممكن يسامح حتى بعد كل اللي عملتيه، حتى بعد كل التجاهل ده، حتى بعد الليلة الطويلة اللي قاعد مستنيها دي، والليلة دي ممكن تبقى العمر كله يعني. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا، يعني احنا عارفين قد ايه هو حلو وحاسين بيك قد ايه انت زعلان على نفسك، وعشان كده حاضر هنروح نبلغه، هنقول له انك مريضة حبا، هنقول له ما تسيبهاش في الحالة اللي هي فيها دي، قرب منها تاني، طبطب عليها تاني، سامحها على اللي فات. طبعا مع شفاعة القديسين ومع الغيرة والحرارة والجري والقوم انتهت الفترة البايخة بتاعت الفتور، ورجع الانسان لحرارته، ورجعت العروسة في حضن عريسها، فتقول له ايه، حبيبي أبيض وأحمر، يبقى فشها خلاص، يبقى وصلت خلاص. خلي بالكوا سليمان الحكيم كشاعر وفنان ينط بعض الأحداث عشان تفهم ضمنيا إن هي كده، ضمنيا اتفهم إنها لقيته، فبقت بتقول له حبيبي أنت أحمر وأبيض، يعني إيه دي بقى؟ هو كان دايما أبيض، إنما نضاف عليه اللون الأحمر ليه؟ عشان الحاجات اللي بتعملها دي، إشارة للدم، إشارة للصليب. فقالت له أنت أبيض جميل قوي وفيك كده برضو خط أحمر، يعني جمالك البياض هنا إشارة للنقاوة والكمال، لكن في خط أحمر واضح كمان إشارة أن الجمال ده كله أجمل ما فيه الفداء اللي أنت عملته والصليب اللي قدمته، أجمل ما في منظر ربنا يسوع له المجد الصليب اللي شاله عشان. فبتقول له حبيبي أبيض وأحمر، أنا بحبك يا رب مش بس لأنك قدوس ولأنك كامل ولأنك بلا خطية ولأنك طيب قوي، أنا بحبك بالأكتر لأنك مت عشان وفدتني ودفعت الثمن غالي قوي من دمك، فبقول حبيبي أبيض وأحمر. معلم بين ربوة، يعني ايه؟ يعني مش مفيش زيه ابدا، معلم يعني كده
علم مفيش مثيل له بين رب، ويعني لو ما يحطوا آلهة الدنيا كلها وأحلى ناس في الدنيا وفي التاريخ ما يجيش جنبه حاكم. فهنا النفس لما تحب ربنا وترجع بقى في فترة فتور وتطلع من اللخبطة اللي فيها، تبتدي تتغزل في ربنا تاني، تبتدي كلام الحب يرجع تاني. شوفوا الجو هنا غير خالص اللي فات، كانت نايمة وبتقول خلعت ثوبي كيف ألبسه، غسلت رجلي لسه وسخهم، كلام تعب مش كويس. دلوقتي ايه عمالة تسبح لعرسها وتقول له حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة. لما الواحد يتوب بجد ويرجع لربنا يقول له رب فعلا ما فيش زيك، طيب ما فيش زيك استحملني، ما فيش زيك بين كل الدنيا، أي حاجة في الدنيا ما تجيش جنبك حاجة. رأسه ذهب إبريز، قصص مسترسلة حالك كالغراب. يعني إيه رأسه ذهب إبريز؟ إشارة إلى مجده، إشارة إلى ملكه، إشارة إلى عظمته، إشارة إلى لاهوته. فرأسه عالي جدا في السماء، عظيم جدا. قصصه يعني أذياله حالكة زي الغراب الغامق زي سودة. يعني إيه؟ لأن المسيح هو رب السماء والأرض، لأن لاهوته ما فارقش ناسوته لحظة ولا طرفة عين. هو جميل جدا كالذهب، وهو أيضا خد لون التراب بتاعنا، قصص حالك كالغراب. فهمي المعنى؟ يعني جمالك يا رب أنك ممجد جدا وقدوس، وجمالك كمان أنك أنت مشيت على الأرض زينا واتربت بترابنا، فقصصك يعني أطراف ثيابك بقت أرضية زينا، يعني أنت ليك ناسوت حقيقي. فليك لاهوت حقيقي وليك ناسوت حقيقي، إله حق من إله حق، وناسوت حقيقي خدته من العدل. عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهم. احنا جات فكر الحكاية عينين الحمام دي كتير، وكان يوصف دايما الوداعة او البساطة بالحمام. هو اللي كان بيقول لها عيناك حمامتان، فاكرنا؟ وكذا مرة يقول لها يا حمامتي، يعني انت بسيطة وديعة زيها. هي دلوقتي اللي بتقول له انا مش وديعة ولا حاجة بصراحة، انت اللي وديعة، انت اللي عيناك في منتهى البراءة، لسه بصص لي يا رب بعد كل اللي عملته على ان يطلع مني حاجة كويسة؟ لسه بتبص لي بحب بعد كل السنين اللي لخبطت فيها دي؟ لسه عينيك بتبص على المية اللي تسقيني بيها؟ مجاري المياه إشارة دايما إلى قنوات الروح القدس، المياه دايما للروح القدس. ومجاري المياه يعني المجالات اللي تمتلئ فيها بروح الله، الصلاة والإنجيل والتلمذة والتوبة والاعتراف والتناول والخدمة والحب. عينيك على الحاجات دي طول الوقت، امتى ابني هيصلي؟ امتى هيقرأ الإنجيل؟ امتى هيسجد ويتوب؟ امتى هيراجع نفسه؟ امتى هينزل خدمة؟ عينيك طول الوقت بص على مجاري المياه، لان عارف ان ده الغذاء بتاعي، وانا مش دريان عمال اجري في شغل واجري في ناس واجري، وانا مش واخد بالي ان عينيك مركز على الحاجات دي. عيناه كالحمام على مجاري المياه، يعني كل تركيز ربنا على مجرى المياه. مجرى المياه يعني ايه؟ المجال اللي تشرب منه. ربنا بيحضر لك كل يوم وعظة، كل يوم رسالة، كل يوم حضن، كل يوم طبطبة، كل يوم وعد، وانت مش مركز. عيناه على مجاري المياه كالحمام، ببساطة واتضاع شديد، ويعدي اليوم ما تشربش يقول طب معلش بكر، ويعدي بكر ويعدي بعد. ربنا بقى له طويل ومستني يوم وسنة وكذا سنة عشان تشرب، لكن كل اللي يهمه انك ترتوي، لان من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن. قلنا اللبن دايما إشارة لإيه؟ لكلمة ربنا.
فالعينين مغسولتان باللبن، يعني البياض بتاعهم بياض كده جميل زي اللبن. فإشارة إلى قد إيه ربنا نظرته كلها حب وكلها وعد، وكلمة ربنا هي اللي بتخلي الواحد يمتلئ ويشرب من مجرى المياه. جالستان في وقبيهما، يعني عينين ربنا ملاحظاك طول الوقت، مراقباك طول الوقت، بيقعد يستنى بس لو يشرب بق، بس لو يركز في الآية دي، بس لو يحب أخوه، بس لو يمد إيده يعمل الخير ده. فبالتضاع شديد ربنا يفضل مراقبك طول اليوم والليل لعلك تشرب من مجرى المياه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.